مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من برنامج الكوتش، معاكم محمد الوراق، ولمده ساعه كل يوم سبت من 1 ل 2 حلقه اسبوعيه بنتكلم فيها عن كل الاحداث الرياضيه سواء كانت محليه او عالميه. كل ده بيبقى حصل الاسبوع اللي فات. طيب عندنا ايه النهارده؟ عندنا اخبار كتير عن المنتخب المصري واخر استعداداته الدوري المصري. افكر حضراتكم ان شاء الله هيكون معنا في الجزء الثاني من الحلقه الصحفي والناقد الرياضي مدير تحرير يلا كوره والاعلامي حاليا كريم رمزي. تعالوا نبتدي النهارده حلقتنا باهم الاخبار الرياضيه. اول خبر عندنا هيكون عن محمد صلاح. محمد صلاح فاز بجائزه افضل لاعب افريقي للكاف 2017. ده حدث اول مره يحصل من ساعه ما محمود الخطيب هو تاني لعيب مصري ياخدها. كابتن محمود الخطيب خدها سنه 1983 وده تاني لعيب مصري ياخدها. محمد صلاح مشرفنا طبعا، عامل سيزن هايل جدا، سيزن حدث ولا حرج يعني، ما شاء الله عليه. الراجل مع روما في الجزء الاولاني من السيزن والجزء الثاني مع ليفربول، هو واحد من نجوم الدوري الانجليزي دلوقتي. ما شاء الله هو في المركز الثاني جايب 18 جون بعد هاري كين المهاجم بتاع توتنهام 21 جون. محمد صلاح كان بينافس مع ابو ميونج من مهاجم دورتموند ومع ساديو ماني اللي هو لعيب ليفربول اللي بيلعب معاه في نص الملعب، وكان فارق اصوات شاسع جدا. محمد صلاح واخد اولموس 97% من الاصوات و3% التانيين على الاثنين لعيبه. بنبارك لمحمد صلاح وبنقول له استمر الى الامام، ان شاء الله باذن الله يكرمنا كده ويبقى فتحه خير علينا حتى في المنتخب ان شاء الله باذن الله في كاس العالم في روسيا 2018. تاني خبر عندنا النهارده عن الدوري المصري. النادي الاهلي بيستعيد صداره الدوري المصري بعد الفوز على المقصه 2-1 والزمالك كان خسر من المصري 1-0. النادي الاهلي هو بقى فارق دلوقتي 6 نقط عن الاسماعيلي تقريبا، ولسه فاضل له ماتش. فاحنا كده في ناس كتير ابتدت تلعب على نغمه ان الدوري اتحسم خلاص، بما ان الزمالك هو اللي بعد وان الاسماعيلي هو اللي في الصداره، هو اللي في الصوره، هو اللي بينافس مع الاهلي. الكلام ده مش مظبوط. هو النادي الاهلي طبعا بيقدم اداء ولا احسن ولا اروع مع كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري عنده فورميشن وعنده طريقه لعب محفظه لكل اللعيبه، اللعيبه بتنزل تخش في السيستم على طول. احنا شايفين طبعا النادي الاهلي ماشي كويس جدا، ده ما يمنعش ان كل الفرق التانية يكون عندها امل. عندنا الاسماعيلي وعندنا المصري وعندنا سموحة وعندنا الزمالك، كل دول بينافسوا على المركز التاني، كلهم برضو بينافسوا الاهلي على المركز الاول. ماتش الزمالك والمصري احنا طبعا عارفين ان كابتن ايهاب جلال هو لسه ماسك النادي ما بقالوش شهر تقريبا، 4 مباريات لعب بس مع الاهلي في الدوري، ولعب مع الانتاج ولعب مع الداخلية، وده كان ثالث ماتش ليه في الدوري مع المصري. ناس كتير بتتكلم على ان كابتن ايهاب جلال مش قادر يتحكم في نادي الزمالك، مش قادر يتحكم في الفرقه. الكلام ده مش مظبوط. اي مدرب في الدنيا لازم ياخد وقت. في مدربين كتير جدا ما بتديش فتره الاعداد اللي بتبقى في قبل الموسم، فبياخدوا شويه وقت لان على بال ما يحفظهم طريقتهم طريقه لعبه. فاحنا محتاجين نصبر على كابتن ايهاب جلال وعلى كل مدربين الدوري المصري، عشان دي عاده سيئه جدا عندنا، تغيير المدربين مره واثنين وثلاثه خلال الموسم الواحد. وكان اتحاد الكره المصري بيفكر من السنه الجايه ان هو ما ينفعش اي مدرب يمرن اكتر من ناديين في الموسم، وانا شايف ان اكتر من نادي واحد دي تبقى حاجه كويسه جدا، على الاقل تدي استقرار وتدي طمانينه للعيبه والجهاز الفني والمجلس الاداره ان هم يختاروا صح في بدايه الموسم والمدرب ده يكمل لنهايه الموسم. هنروح للمحور الثالث او في الخبر الثالث عندنا هو علي جبر. علي جبر طبعا احنا عارفينه وبنبارك له، انتقل الى ويست برومتش البيون، هيزامل احمد حجازي في الفريق. طبعا هم دول الثنائي بتوع منتخب مصر في الـ في الـ في, الـ في الدفاع. فطبعا ده خبر مهم جدا وكويس جدا، وكالعاده طبعا نادي الزمالك قدر يطلع باكبر عائد مادي 500,000 يورو في الست شهور بس، مع احقيه الشراء في اخر السيزون تقريبا ب 2.5 او 3 مليون يورو، يعني مش عارفين الرقم بالظبط. علي جبر لعيب كبير ولعيب دولي بقى له حوالي دلوقتي 3-4 سنين في المنتخب، واحد من الركائز الاساسيه في الدفاع المصري. بنبارك له وبنتمنى له الخير، وان شاء الله يعمل 6 شهور هايلين ويبقى على اعلى مستوى. دي كانت اهم الاخبار اللي معانا النهارده، وهنناقشها برده في الجزء الثاني ان شاء الله مع ضيفنا الصحفي والناقد الاعلامي الرياضي كريم رمزي. ده هيكون بعد الفاصل. ما تنسوش تكلمونا على 010-680-5345 وتبعتوا لنا على البيج بتاعتنا الفيسبوك / الكوتش. هنروح لأول فاصل ونرجع تاني، استنونا. كايرو ميديا كلاب هو خطوتك الثانية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول، حيث يوفر لك عضوية مدتها 6 أشهر، فرص تدريبية في المؤسسات الشريكة، استخدام إمكانيات كايرو ميديا سكول الفنية، لقاء شهري مع أحد خبراء الصناعة، المشاركة في تأسيس كايرو تي في. التحق الآن بكايرو ميديا سكول. اللي
اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من الحلقه بتاعتنا النهارده برنامج الكوتش. معانا ومشرفنا ومنورنا الناقد الرياضي كريم رمزي، مدير تحرير يلا كوره والاعلامي حاليا على قناه اون سبورت. اهلا وسهلا بيك يا كريم، منورنا ومشرفنا. اهلا بيك يا محمد، شرف ليا. اشكرك. في البدايه عايز اسالك على محمد صلاح. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على محمد صلاح، وطبعا حضرتك عارف ان هو لسه واخد الكاف، واخد 2017 احسن لعيب في افريقيا. شايف الجائزه دي ازاي وتمثل لنا ايه كمصر؟ بص، محمد صلاح كان متوقع طبيعي، كان منافسه مع ماني وأوباميانج. هو كان حتى لما سالوا ماني وأوباميانج قبل الجائزه، هم نفسهم قالوا ان صلاح هو الاقرب للجائزه. محمد صلاح عمل كل حاجه الموسم ده، تالق لافت جدا مع ليفربول، قبله تالق لافت جدا مع اس روما، تالق كبير جدا مع منتخب مصر، وكان ليه اليد العليا في صعود مصر لكاس العالم بعد غياب يعني طويل جدا 28 عام. فانا اظن انه الان محمد صلاح كان يستحق الجائزه عن جداره، ودي حاجه تشرفنا بالتاكيد. اكيد احنا حتى كنا عارفين الفرق، كان الاحصائيه كان 97% تقريبا محمد صلاح و3% على أوباميانج وساديو ماني. بالظبط، لا بالزبط. هو اكتساح يعني، كان مضمون 100% الجائزه، وده يدي امل وفرصه للعيبه المصريه ان هو في لعيب مصري بعد محمود الخطيب من سنه 1983 ان هو يقدر يوصل ويحقق من المقاولين لبازل لتشيلسي. عدى بحاجات كتير، ups and downs، مطبات كتير في 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 الكارير بتاعه، وفي الاخر هو زي ما انت قلت كده بالظبط يا محمد، واحد بادئ مع المقاولين العرب، راح بازل السويسري. بازل السويسري مش فرقه كبيره جدا في اوروبا، خد الخطوه واحده واحده، راح تشيلسي وكانت تجربه صعبه عليه جدا، وكان يعني مريره مع تشيلسي مع جوزيه مورينيو. في الاخر خد خطوه جديده مع ايس روما سباليتي، اللي كان ليه ليه كلمه عليا في تغير شكل محمد صلاح التكتيكي والفني، خاصه في الناحيه الدفاعيه، فادوا جدا بشكل كبير مع ليفربول لما راح ليورجن كلوب. ده حقيقي. طب خليني ناخد من جزئيات محمد صلاح ونروح للمنتخب المصري. هو محمد صلاح طبعا كان ليه الدور الاكبر في 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 الصعود بتاعنا لكاس العالم 2018. حتى كان في ناس بتقول ان هو كل الاجوان هو عبد الله السعيد تقريبا هم المتقسمين فيها. مظبوط. حضرتك شايف ازاي الاستعداد بتاعتنا؟ عارفين طبعا في شهر مارس الجاي ان شاء الله في ماتشين وديين مع البرتغال ومع اليونان. في نقطة الناس مش واخدة بالها منها، ان البرتغال هي في المجموعة اللي بعدين على طول، البرتغال ممكن نلعبها في الدور الثاني. مظبوط. ده دي حضرتك شايف ازاي الماتشين دول؟ البرتغال في المجموعة اللي فيها اسبانيا والمغرب وايران، وارد جدا ان يصعدوا اول ثاني لو قدر لنا ان احنا نصعد، ممكن نلعب حد من البرتغال او اسبانيا اللي هم الاقرب للصعود. اظن لا، البرتغال كان اختيار حكيم جدا من الناس اللي بتدير الكرة في مصر. البرتغال هي اقرب الفرق للعب اللاتيني، واحنا هنلعب منتخب اوروغواي في مجموعتنا. المنتخب اليوناني هو اقرب جدا للمنتخب الروسي. ده برضو شيء مهم جدا ان احنا نلعب منتخبات مدارس كروية قريبة من المدارس اللي احنا هنلعبها. ناحية التانية انه منتخب مصر استعداداته ممكن ما تقولش ناس استعداد كبيرة جدا الماتشين والديين، احنا ما ظنش هنلعب اكتر من 3 ماتشات ودية قبل كاس العالم. هكتور كوبر كان مركز جدا ان احنا نركز في الدوري ونركز في البطولات القارية الافريقية للأندية عشان نجهز بيها الفرق لكاس العالم، اكتر من احنا نوقف ونلعب ماتشات ودية. دي وجهة نظر ممكن يكون في ناس مختلفة عليها، لكن انا بأيدها. طب يعني شهر مايو احنا سمعنا برضو ان في كلام مع الاتحاد التشيلي والكولومبي ان احنا ممكن نلعب ماتشات وديه قبل كاس العالم على طول. صحيح. في المعسكر الاخير، هل ده يبقى انت شايفه احسن ولا نكتفي بالماتشين دول وخلاص؟ لا، انا شايف ان احنا محتاجين نلعب مع مدرسه اسيويه، احنا محتاجين نلعب مع عمان او الامارات، عشان كمان المدرسه احنا لعب السعوديه. خد بالك احنا عندنا ازمه مع اللعب مع السعوديه دايما في البطولات القاريه. ده سببها ايه؟ ان الفرق المصريه دايما لما بتواجه فرق قدامها في البطولات القاريه بتلاعب فرق افريقيه، بتلاعب فرق من المغرب، بتلاعب فرق من تونس، بتلاعب فرق من الجزائر. لما نيجي نلعب المغرب او تونس او الجزائر دلوقتي الحته دي اتكسرت شويه، بنعرف نلعبهم. عكس السعوديه، احنا السعوديه بنتفاجئ بيها بالبطولات العالميه بس، ما بنلعبهاش مع المستوى الفرق. حتى افتكر ان في كاس العالم للانديه كان 2005 تقريبا كان النادي الاهلي بيلعب اتحاد جده، وحصل نفس الكلام. النادي الاهلي كان مكسر الدنيا ومبهدل افريقيا وخسر من الاتحاد. ده خير الدليل على الكلام اللي كنت لسه بقوله لك ده. بالظبط. طيب قول لي انت حضرتك شايف بوتنشال مين لعيبه ممكن تنضم الفتره الجايه؟ يعني سمعنا كلام عن حسين الشحات، سمعنا كلام عن محمد الشناوي جون، عمر السعيد، في كذا لعيب، صلاح محسن طبعا المهاجم بتاع ام بي، وسمعنا في ارقام فلكيه وبنسمع ارقام فلكيه الفتره دي. تقول لي انت شايف مين عنده بوتنشال ان هو او عنده ممكن ينضم الفتره الجايه؟ او هيكتور كوبر، احنا عارفين ان هيكتور كوبر
سوبر عنده قوام اساسي بنسبه 80-90%، بس ممكن يدخل عنصر او اثنين. تمام، شايف مين ممكن يدخل؟ انا شايف بعقليه هيكتور كوبر، هيكتور كوبر بيحب اللعيب اللي هو بيقدر يعني متعدد المراكز واللي بيعرف يلعب في كذا مركز. عشان كده انا معاك ان حسين الشحات ممكن يبقى قريب جدا من المنتخب، قريب جدا محمد الشناوي، عشان احنا كمان عندنا ازمه في حراسه المرمى واضحه جدا في هبوط مستوى احمد الشناوي وابتعاد شريف اكرامي عن التشكيل الاساسي، حتى عصام الحضري عنده مشاكل في المستوى في فريقه في السعوديه. المهم جدا ايمن اشرف من اللعيبه اللي انا اظن هيكون من الناس اللي عينيها عليها هيكتور كوبر عشان برضو متعدد المراكز. انت عندك مشكله في الباك ليفت، فممكن تاخد ايمن اشرف يلعب معاك كمساك او باك ليفت، فدي من اللعيبه يمكن اكتر الناس. طبعا عمر سعيد مهم جدا، عامل مستوى كويس، بس هو وصلاح محسن احساس الشخصي ان ما ياخدش ريسك هيكتور كوبر بيهم، مش من الناس اللي تاخد ريسك بلعيبه جديده بعيد. يعني عمرو مرعي ممكن يبقى اقرب منه، ممكن يبقى عمرو مرعي قريب جدا. مروان محسن لو الفتره اللي جايه ديت خد ماتشات ممكن يرجع طبعا. وباسم لا، باسم ما اظنش بعيد. بعيد. طيب احنا يعني كنا بنتكلم على اللعيبه اللي ممكن تستدعى في الفتره الجايه، هل انت شايف ان ممكن يبقى في مفاجاه نلاقي شريف اكرامي واحمد الشناوي بره القائمه، ونلاقي محمد الشناوي ومحمد عواد مع الحضري؟ بص، ما اظنش ان احمد الشناوي هيبقى بره القايمه. احمد الشناوي موجود في الزمالك، مش هيطلع، بما انه من القوام الاساسي حتى لو بيمر بهبوط مستوى، فما ده مش هيخليه يخرج. شريف اكرامي في الغالب هيكون بره السكواد لو فضل ما بيلعبش. محمد الشناوي ممكن يبقى ليه دور كبير جدا. محمد عواد كمان من الناس المهمه جدا اللي ممكن ينط من فكره حارس رابع لحارس ثالث او ثاني، يعني هو كان دايما بيبقى حارس رابع، فممكن ياخد خطوه جديده يعني. بس انت شايف ان عصام الحضري هو اقرب واحد ان هو يقف في النهايه؟ انا سمعت قبل كده ده التصريح ده كان ليا انا شخصيا، كابتن احمد ناجي لما سالته عصام الحضري ممكن يلعب في كاس العالم، قال لي عصام الحضري لو عايش هيلعب في كاس العالم. لو عايش، ده كان تصريحه. عصام الحضري سمعنا قبل كده ان هو قال ان هو ممكن يلعب في كاس العالم بتاع قطر كمان. لا ربنا يستر. ربنا يستر. طيب اجيال تاني عايز تلعب بالظبط كده. بالظبط. طيب هاخدك لجزئيه الدوري المصري بقى. احنا شفنا الاهلي دلوقتي رجع تاني، ركب الدوري بقى فارق 6 نقط عن الاسماعيلي، وفاضل له ماتش مؤجل ممكن يوصل ل 9 نقط. على العكس بنشوف ان الزمالك بيبعد، بيخسر من المصري 1-0، وابتدى بقى في المركز الخامس دلوقتي مع سموحه. شايف المنافسه دي ازاي، وشايف الاهلي بيعمل ايه الفتره دي؟ بص، الزمالك انا يعني يقينا انا مقتنع ان هو بعد، ولازم كابتن ايمن جلال يكون بيفكر في كده، ولازم اللعيبه تكون بتفكر، ولازم اداره الزمالك تكون بتفكر في كده. دلوقتي المفروض الزمالك يشتغل على، او كابتن ايمن يشتغل على انه يكون فرقه كويسه انه يقدر ينافس بيها المواسم القادمه. لكن الدوري بالنسبه للزمالك من وجهه نظري انتهى. الاسماعيلي رايحين مدربه وتخيير المدربين، وابو طالب العيساوي، والنهارده سمعنا محمد محسن ابو جريش تولى المهمه عشان مباراه الاهلي. تغييرات المدربين دي، وخاصه ان هو معوضش صبري بشكل كويس، دي خليته يبعد عن المنافسه. كانت نقطه فاصله جدا بانت للناس كلها اول ما دي صبري مشي. طبعا لا، وما تعوضش بشكل كويس. بالزبط. بالنسبه للاهلي، احساس الشخصي انه الاهلي ماشي في الطريق السليم جدا الفوز بالبطوله. عنده سيستم، عنده نظام، عنده استقرار فني كبير جدا بكابتن حسين البدر، عنده استقرار في اللعيبه، عنده استقرار في الشكل الاداء التكتيكي والفني. تقدر تقول ان ده شكل الاداء الاهلي، حتى لو انت حتى لو غير الامصان بتاعته تقول ده الاهلي. صح، يعني احنا بنشوف احمد الشيخ كان بيلعب، مؤمن زكريا الاثنين مشيوا، جونيور اجاي بيدخل، مؤمن بالزبط. اي حد، حتى ميدو جابر لما دخل بعد فتره ادى كويس. بالظبط. طيب في ناس كتير بتتكلم على كابتن ايهاب جلال، عنده طريقه جوارديولا او اللي هو الاستحواذ، عنده نظريه الاستحواذ. انت شايف المينتاليتي اللعيبه المصريه تقدر تستفيد بالموضوع ده، تقدر تطبقه سريعا؟ يعني احنا اربع ماتشات شفنا، الاربع ماتشات تقريبا لعب باربع طرق مختلفه، ساعات بيلعب 4-4-2 دايموند، ساعات بيلعب 4-2-3-1، 4-3-2. شفنا اخر ماتش لما لعب الوينش ومحمود علاء كان بيلعب بثلاثه ورا. شايف الزمالك المينتاليتي دي تقدر يستحملها؟ بص، سريعا همشي على الكلمه انت قلتها على بيب جوارديولا. بيب جوارديولا من المدربين لاي فرقه بيروح لها اول موسم ليه بيبقى تحضير، ما بيكسبش حاجه، ما بيحققش انجازات، فبيحضر فيها، وبعد كده بتشوف انطلاقه عبقريه للمواسم اللي بعد كده. كابتن ايهاب جلال محتاج صبر. ايهاب جلال عشان يحفظ اللعيبه بتاعته الكلام دوت لازم ياخد شويه وقت، عشان يقدر لعيبه الزمالك دي، انت بتتكلم في اللعيبه كلها 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، عشان كابتن ايهاب جلال يرفعهم 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، ده محتاج وقت كبير جدا. كان في اللعيبه كلها ما فيهمش ولا واحد عنده خبره حتى اللعب الدولي. يعني حتى علي جبر دلوقتي راح ويست برومتش البيون، ف مفيش. يعني حتى الدفاع برضو بقى مفيش. انت ما عندكش غير طارق حامد، ممكن تقول عليه لعيب كبير في الملعب يعني. طب يعني احنا نقدر نقول ان المفروض دلوقتي ان مجلس اداره الزمالك يوجه جماهيره ان هم يستنوا الموسم ده، الفرقه بتتحضر، ايهاب جلال بيعمل حاجه. لا، انا عايز جماهير الزمالك هي توجه اداره الاهلي الزمالك انها تصبر على المدرب. تصبر، انا مش قلقان من الجماهير، انا بقلق من الاداره. الاداره هنا ما بتصبرش، الجماهير بتصبر. مظبوط. طيب سؤال اخير كده. كريم، انت منورنا كده. الانتقالات الشتويه اللي حصلت في الدوري المصري شايفها ازاي، وشايف ابرز اللعيبه اللي راحت الانديه ايه؟
بص انا من وجهه نظري ان حمدي النجاز يمكن هو اهم صفقه عملت في يناير. حمدي النجاز واحد من اهم اللعيبه اللي في تونس، لعيب الباك رايت نجم الساحلي، مهم جدا، صفقه مهمه للزمالك، ويمشي على طريق ايهاب جلال. برافو عليك، برافو عليك، هيفرق مع الزمالك جدا، خاصه ان الكابتن ايهاب جلال بيلعب بالفول باكس منطلقين طول الوقت، فهو ده من الناس اللي بتعرف تشتغل هجومين بشكل كويس جدا. ده بالنسبه لي الصفقه الاهم. صلاح محسن الصفقه القريبه جدا من الاهلي دي لو تمت هتكون صفقه مهمه جدا. سمعنا ان في كلام في اوروبا برضو صلاح محسن، يعني اه صلاح محسن هو شغالين دلوقتي على اوروبا او الخليج او الاهلي. احساس الشخص انها هتخلص للاهلي في فتره قريبه جدا، فتره قريبه جدا. كريم انت نورتنا وشرفتنا حبيبي، ده شرف ليا، اشكرك يا محمد، يا ريت تنورنا تاني وتشرفنا تاني. استمتعت بيك، ربنا يخليك كريم. ده كان الجزء الثاني والاخير من حلقتنا مع كريم رمزي، مدير تحرير يلا كوره والناقد والاعلامي الكبير دلوقتي في قناه اون سبورت. خلصت حلقتنا النهارده، نتمنى تكون عجبتكم، نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله على خير. سلام.